أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، صدق الله العلي العظيم. القادة الإلهيون المعصومون لا يحتاجون إلى نصح ناصح، لأنهم مرتبطون بالله عز وجل. سادتهم رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا يحتاجون إلى إشارة أحد أو نصيحة أحد أو اقتراح، لأن قلوبهم كما في الحديث الشريف أوعية لمشيئة الله. أما القادة غير المعصومين بشتى أشكالهم بمختلف درجاتهم وطبقاتهم، فهم بأشد الحاجة إلى النصيحة. في مجال تعظيم القادة، بعض الناس يكون إفراطيا وبعض الناس يكون تفريطيا. البعض إفراطي في التعظيم، لا هذا قائد لا يحتاج إلى نصيحتك، بلا يحتاج، هو غير معصوم، هو ينظر إلى القضايا من زاوية واحدة، بقية الزوايا تخفى عليه. الروايات الشريفة المستفيضة قطعا إن لم تكن متواترة تدل على أن من حقوق القائد على الناس أن يقدموا له نصيحة، هذا من حقوقه عليهم. بعض الناس بالعكس تفريطيون باستمرار اقتراحات، باستمرار نصائح من دون ضوابط، من دون حدود. كلامنا ليس عن القادة الدنيويين، كلامنا عن القادة الدينيين. ليس كلامنا عن الحكام والرؤساء والملوك والأمراء،
كلامنا عن القادة الدينيين، القائد الديني بأي مستوى كان يحتاج إلى نصيحة؟ نعم بالتأكيد، لا نكن إفراطيين، لا يحتاج، يحتاج، نعم يحتاج بأمس الحاجة، حاجته إلى الاقتراحات والنصائح والإرشادات والتوجيهات أكثر من حاجتك، لأنه في مقام أكبر. ولكن من جهة ثانية لا نكون تفريطيين في تعظيمه. كثير 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 من الناس تفريطيون، اقتراح للمرجع الفلاني، اقتراح مني للمرجع، وبكثرة وبدون حدود، كأن هذا القائد الديني لا يفهم شيئا. لا نكن إفراطيين نعظمه فوق مستواه، ولا نكن تفريطيين. يا أخي هذا أيضا دارس، هذا أيضا يعرف بعض الشيء. بعض اقتراحاتنا، بعض توجيهنا للقادة الدينيين بشكل كأنه لا يفهم شيئا. أولا بعض الاقتراحات غير قابلة للتطبيق، ثانيا بعض الاقتراحات غير صحيحة أصلا، ثالثا بعض الاقتراحات غير مدروسة. مجرد اقتراح، أنت قائد ديني، من الجيد أن تصنع كذا، أنت درست هذا الاقتراح أصلا؟ عرفت حدود هذا الاقتراح؟ من البعد الديني، لأنه اقتراح ديني في مجال ديني، مضار هذا الاقتراح ما هي؟ منافعه ما هي؟ الميزان بين المضار والمنافع كيف يكون تكون النتيجة فيه؟ مجرد اقتراح، هذا نوع إهانة أصلا. الشخص قد لا يقصد الإهانة ولكن هكذا تصرف إهانة أحيانا. رابعا وهو الأدهى وهو الأمر، بعض اقتراحاتنا أمور بديهية. أنا عندما أقترح عليك أمرا بديهيا كأنك لا تفهم الشيء البديهي. نتحدث في مستوى الصف الأول الديني، أقترح على قائد من القادة الدينيين أمورا من بديهيات الدين، يعني ماذا؟ يعني أنت البديهي لا تفهمه. شخص كان بينه وبين أحد العلماء المفكرين العاملين نقاش، ذاك العالم كان شديد اللهجة إلى حد ما قاسي مع أعداء أهل البيت، عندما يذكرهم كان يذكرهم بشدة، بقسوة، بألفاظ أحيانا نابية. فهذا الشخص قال لذاك العالم: أنت بهذه الطريقة تصنع أعداء لنفسك، وبهذه الطريقة تنفر أتباع أولئك الأعداء المجرمين، تنفرهم من نفسك. ذاك العالم قال له لهذا الشخص: أنت مع أنك لست بمستواي علميا
تجاربك ليست بمقدار تجاربي في الحياة. تفهم هذه المعادلة؟ تتصور أنني لا أفهم هذه المعادلة؟ هذه معادلة بديهية. أنا عندما أستخدم كلمات قاسية أصنع لنفسي عدوا، هذا واضح. أنا عندما أستخدم كلمات نابية أنفر أتباع أولئك من نفسي، هذا بديهي. تتصور أن هذا البديهي أنا لا أفهمه؟ أنا أفهم هذا البديهي. أنت لا تقل لي أنت تصنع لنفسك عدوا، طبيعي. تنفر هؤلاء من نفسك، طبيعي، بديهي. أنت تعال ناقش معي في أنني لماذا اتخذت هذا الطريق الذي أنفر بعض الناس من نفسي، الذي أصنع لنفسي عدوا. تكلم معي عن هذا الجانب، في هذا الجانب أقنعني، لا تبين لي بديهيات. هذا شيء بديهي واضح. عندما نقترح على شخصية، نقترح بالصف الأول كثيرا ما، كثيرا ما هكذا، أبين له آية قرآنية واضحة الكل يعرفها، رواية شريفة الكل يعرفها، يعني هذا العالم لا يفهم هذه الآية؟ العوام من الناس يفهمون يعرفون، كيف لا يفهم هذا العالم؟ النبي صلى الله عليه وآله، هناك حديث طويل طويل لعله أكثر من 10 صفحات، حديث مطول. النبي صلى الله عليه وآله أجاب على أسئلة راهب نصراني في مقطع منها، يسأل أسئلة كثيرة، هو سأل النبي صلى الله عليه وآله أجاب على كل الأسئلة، إلى أن رأى لا، هذا الشخص الذي يجيب على كل هذه الأسئلة هكذا أجوبة لا يمكن أن يكون إنسانا غير مرتبط بالله عز وجل، فآمن. في مقطع من هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله يذكر مواصفات وعلامات الناصح، هو يسأل طبعا الناصح الحقيقي من هو؟ من جملة الصفات، من جملة العلامات، المشكلة أين؟ المشكلة أنه أنا أقول أنا والله ناصح، أقسم بالله، أقسم بأسماء الله سبحانه وتعالى أنني ناصح، فليكن أنت نيتك حسنة، صحة النية، نيتك حسنة، هذه لا تبرر عملك. أحيانا العمل سيء النية حسنة، ممكن، نعم ممكن، يسمونه حسن فاعلي لا حسن فعلي، الفعل ليس حسنا، الفاعل قصده حسن. يشرب شيئا محرما، يأكل شيئا محرما، يتصور هذا الشيء محلل، عمله سيء، نيته ليست سيئة. كون نيتك حسنة هذه لا تكفي، أنت تريد أن تنصح، طريقتك غير صحيحة، نصيحتك غير صحيحة. إحدى العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف، قال الشخص الناصح الحقيقي ويرضى للناس ما يرضاه لنفسه. أنت تقبل الناس ينصحونك بنصائح بديهية، بنصائح واضحة، تقبل؟ طبعا لا تقبل، يعني ماذا، كيف يفكر فيه؟ أنا لا أفهم هذه الأمور. أحد المؤمنين الأخيار ذات مرة اقترح على تاجر، تاجر كبير يملك شركة تدر عليه بالملايين من الأموال، أرباحها، اقترح عليه، وطبعا كان يذكر ذلك بافتخار، بتباهي، أنني قدمت نصيحة كبيرة لفلان صاحب شركة. ما النصيحة؟ النصيحة أنه من الجيد أنك تترك هذه الشركة، هذه الأموال، تستثمرها في إنتاج الغنم، أجلكم الله، والبقر وأمثالهما، وحاسب حسبة أنه الغنم عندما تعمل 6 أشهر، خلال 6 أشهر بعدما
تنتج كذا ستربح عن كل غنم 30 دينارا مثلا. اترك شركتك التي تدر عليك بالملايين، تعال تاجر في هذا. يعني هذا التاجر لا يفهم هذا المقدار؟ هذه من التجارات الواضحة. لا، هذا شيء يحتاجه الناس. نعم يحتاجه الناس، الناس يحتاجون لحوم يأكلونها، ولكن هذا التاجر تنصحه بهكذا نصيحة؟ كأنه لا يفهم، كأنه ما رأى غنما في حياته، ما رأى بقر، ما رأى أن هذه نوع تجارة. هذه من التجارات البدائية. ممكن شركة ضخمة تتاجر بطريقة أخرى، بهذه الطريقة بعد 6 أشهر تربح 30 دينارا عن كل أجلكم الله شات. هذه نصيحة تقدمها؟ أنت التاجر تقبل هكذا نصيحة؟ لا تعد هذه النصيحة إهانة لك. أنا الخطيب، أنا المؤلف، أقبل هكذا نصائح؟ أنا المعلم، أقبل هكذا نصائح؟ أنا مدير مدرسة، أقبل هكذا نصائح؟ نصائح بديهية، عيب أصلا تقدم لي. هذه الأمور أنا أعرفها، أعرف أكثر من هذه الأمور. نقطة أخرى، نصائح غير مدروسة. حدود القضية غير واضحة. نصيحة، كان هناك مرجع تقليد كبير رضوان الله تعالى عليه، لا يعلم الإنسان أحيانا يضحك يبكي، مؤلف قدير كان رضوان الله تعالى عليه. فجاء إليه شخص قال له لي اقتراح. ما هو الاقتراح؟ تفضل. الإنسان العظيم يحب الاقتراحات، ولكن هكذا اقتراح. قال له أنت مؤلف قدير، اقتراحي لك أن تؤلف كتابا بعنوان كذا، عنوان معين، أعطاه عنوان. قال له هذا العنوان عن ماذا؟ قال لا أعلم، ولكن خطر ببالي هذا عنوان جميل. بعض اقتراحاتنا هكذا، عنوان أصلا هو لا يعلم ما هو، ما هي حدوده هذا العنوان. هذا العنوان عنوان جميل، أنت مؤلف قدير اكتب. كأن هذا الشخص بطران، هذا العالم ما عنده شغل عمل، لا يعرف أن يجعل عنوانا. هذا جاء عنوان. اقتراحاتنا كثيرا ما تكون من هذا القبيل، فتشي كلمة أعرفها وخلاص والباقي عليك. هذا ليس اقتراحا، هذا ليس توجيها. القادة يحتاجون إلى توجيه، نعم بالتأكيد حاجتهم إلى توجيه أكثر من حاجتنا، ولكن ضمن حدود. أدرس الموضوع بصورة صحيحة ثم قدم اقتراحا. شيء لا ترضاه لنفسك تقدمه لغيرك، أنت لست ناصحا بالمواصفات الصحيحة حسب كلام النبي صلى الله عليه وآله. ويرضى للناس ما يرضى لنفسه، ما يرضاه لنفسه، لعل العبارة هكذا. ماكو ضرر، أنا قدمت له نصيحة في الله، في سبيل الله. هو أراد أن يأخذ النصيحة، أراد، ما أراد أن يأخذ النصيحة، لا، فيه ضرر. بعض نصائحنا ليست فيها نفع بل فيها ضرر. الضرر فقط ليس للشخص، حتى لي أنا، أنا المقدم للنصيحة. لو يطيعكم في كثير من الأمر، ماذا؟ لعنته هو؟ لا، لعنتم. هذا عنت لكم، مشقة، صعوبة، صعوبة شديدة. العنت من معانيه المشقة الشديدة، من معانيه كسر العظم بعد جبره، هكذا يفسرونه في كتب اللغة. هذا يكسر عظمك،
لعنتهم لو يطيعكم النبي صلى الله عليه وآله، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتهم، أنتم تتضررون ضررا شديدا. الحمد لله بعض القادة الدينيين لا يقبلون نصائحنا، الحمد لله، لو كانوا يقبلون نصائحنا كانوا يضروننا نحن، فيه ضرر أحيانا. أقرأ لكم رواية شريفة، هذه الرواية الشريفة طبعا الرواية لا أقرأها، مقدمة الرواية شاهدي، رواية مفصلة جميلة جدا. الرواية ذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في معاني الأخبار، وردت في مصادر أخرى أيضا. يقول اجتمعنا، الراوي يقول اجتمعنا عند الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه في جماعة من أجلة مواليه أو مواليه، وفينا حمران ابن أعين. حمران هذا شخصية كبيرة، عالم فقيه، مرجع تقليد في زمانه، الناس كانوا يرجعون إليه. مجموعة من أجلة مواليه الشخصيات اجتمعنا عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وفينا حمران بن أعين، فخذنا في المناظرة، مجموعة شخصيات علماء، خذنا في مناظرة في نقاش، وحمران ساكت. فقال له الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما لك لا تتكرم لا تتكلم يا حمران؟ شاهدي هذه الكلمة. فقال: يا سيدي، آليت على نفسي ألا أتكلم في مجلس تكون أنت فيه، أنا آليت أقسمت على نفسي في مجلس أنت جالس أنا لا أتكلم. تأدب، احترام، حمران حمران فليكن، هذا الإمام، أنا عندي معرفة فليكن، نسبة معرفتي إليه ما هي؟ فقال الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: إني قد أذنت لك في الكلام فتكلم. الإمام لا يحتاج إلى كلام حمران، لعله الإمام عليه الصلاة والسلام أراد أن يفيد حمران أولئك، وبالفعل لأنه تكلم بكلام، ثم الإمام عليه الصلاة والسلام وضح على أثر كلام حمران، وضح توضيحا مهما. بقيت الرواية أنا مقطع من الرواية قرأتها قبل فترة قريبة في هذا المسجد المبارك، طبعا بين قوسين بعيدا عن حديثنا، الرواية جدا لطيفة. هو آلى يعني أقسم على نفسه، الإمام أذن له أن يتكلم، القسم يوجب الشيء على نفسه على الشخص. أبوك يتمكن من حقه، أبوك أن يفسخ قسمك ونذرك، صحيح؟ الإمام بطريقة أو لا يتمكن، كأن الإمام فسخ قسمه، هذا أبسط حقوق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أبسط شيء في ولايتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الشيء الذي لك بالتأكيد يوجد لرسول الله هكذا حق وأكثر، يوجد لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا هكذا حق وأكثر. شاهدي التأدب أمام الكبار، التأدب، الانضباط أمام الكبار، لا أقصد مرجع التقليد فقط، أمام الكبار، الشخصيات التي تعرف أنها شخصيات علمية في مجالها العلمي، اجتماعية في مجالها، شخصيات الثقات. تريد أن تكون ثريا، اتبع إنسانا ثريا ثقة يبين لك الطريق،
ثري ثقة لا يخونك، يبين لك الحقائق، عادة تصل. تريد مقاما اتبع شخصية يعرف عن تفاصيل هذا المقام وهو ثقة ستصل. تريد دينا اتبع قائدا دينيا ثقة لا يخونك، يعطيك ما توصل إليه ستصل. كلمتي الأخيرة، نفس هذه المعادلة التي ذكرتها وفصلت فيها، تكون فيما بيننا، ليست فقط الاقتراحات والتوجيه للقادة الدينيين، لا، حتى بيننا. أنا أقترح لك، أنا في مرتبتك، في مستوى واحد، نحن أصدقاء زملاء، عندما أريد أن أقدم نصيحة، النصيحة الحقيقية هكذا، النصيحة الحقيقية لا يكفي فيها أنني بنية خالصة أعطيك، لا، هذا لا يكفي، نعم النية مؤثرة، ولكن هذا جزء، الجزء الآخر، الاقتراح الذي تقدمه لي مدروس أم لا؟ تعرف حدوده أم لا؟ كثير من مشاكلنا الاجتماعية، كثير من مشاكلنا التي تحدث بيننا وبين أصدقائنا، بيننا وبين أقاربنا، بسبب هذه النصائح غير المبررة، هذه النصائح غير المدروسة. انصحه، هذا من حقوق المؤمن على مؤمن، ولكن نصيحة بصورة صحيحة، إما النصيحة أحيانا غير صحيحة، أو النصيحة غير قابلة للتطبيق، أو النصيحة غير مدروسة، أو النصيحة بديهية تقولها لا هذه لا تنفع، مو مشكلة نصيحة ما نفعت، لا تضر، ليست فقط لا تنفع، تضر، تكدر على الأقل. وإذا أخذ منك هذه النصيحة قد يضر نفسه ويضرك. القضية ليست في النصائح للقادة الدينيين حتى فيما بيننا، انصح بعقلانية. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.